كنا خارجين أنا وأختي وأبوي، كنا رايحين على محل أبوي، فسكننا المحل وخرجنا، فبالرجعة صار الانفجار. الانفجار أبو ناسفة. أنا انصبت، أخوتي ما أصابه، فأبوي شاني وأخذني على المستشفى، دم وهكذا، ظليت أنزف. الإصابة شظية برجلي اليمين، فقطعت كسرة العظم والأوتار والأعصاب. فمن ذاك اليوم ظليت أسوي عمليات وبالمستشفى ولحد هذا اليوم. أنا لي حد أتذكر، بس ما كنت حلوة يعني، كنت أصحى، كنت صاحي إيه، بس أصحى أدوخ وأرجع أدوخ وأرجع، بس ما خلوني بالعمليات، كنت صاحي. فخلوني على السدية أتذكر، كنت صاحي، بعدين بنجوني وصحيت أكو جهاز برجلي. هو بالبداية كان أكو معاناة من ألم وهاي، بس الحمد لله هسه مع العلاج الطبيعي عودوني. أثرت كآبة، لأن جالس بس بالمستشفى، لا أخرج لا أفوت بسرير، فصار عندي ملل كثير من المستشفيات. قبل الحادثة كنت مرتاح يعني، ألعب، أطلع مع أصدقائي، ألعب مع أخوتي، أروح للمدرسة، فكانت حياتي طبيعية يعني. أصحى الصبح وأفطر وأنزل، أنزل على المس مدرسة، أكمل وأطلع للعلاج الطبيعي وألعب مع أصحابي. والله مرحلة العلاج أقل شيء 4 أشهر المستشفى المواساة. راح أطلع أظل أمشي على الجهاز، فراح يتكلس العظم يبني، فمن يلحم العظم الجهاز يظل برجلي سنة، بعدين أرجع على مستشفى المواساة يشيلوا لي إزالة بلاتين. بالمستقبل محامي. ليش محامي؟ وأنا أحب المحاماة يعني، شغلات هاي القضاة هكذا، فيعجبني أبحث عنها، لأن إنه بيها عدل ولازم نحكم بالحق، فيعجبني هكذا شغلاتنا.